بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد إخوتي الكرام، ترغيب في حلقة جديدة من خواطر إيمانية ورمضانية. كما هو واضح من العنوان، ناصلتين تدخلانك الجنة بإذن الله تعالى، وهذا وارد في أحاديث النبوية الشريفة. وسنذكر لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، في رواية لأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وهذا ورد في صحيح البخاري حديث رقم 574، ورواية أخرى أيضا في صحيح مسلم وهو من المتفق عليه، وارد أيضا في صحيح مسلم حديث رقم 635: من صلى البردين دخل الجنة، وورد أيضا في صحيح ابن حبان رقمه 1739: من صلى البردين دخل الجنة، وموجود أيضا في جامع العلوم والحكم لابن رجب الصفحة 1/519، وفي صحيح الموارد: من صلى البردين دخل الجنة، وفي الصحيح الجامع: من صلى البردين دخل الجنة. وللتذكير، البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا لا يعني الانحداد فقط أو تحديد الأمور فقط فيما لا، وبالمجمل هي فرض، وأول ما يحاسب العبد على أعماله يحاسب على الصلاة، ولكن هاتان الصلاتان لهما قيمة خاصة. فبشكل مجمل بجميع فروض الصلاة جميعها، حاول أخي المسلم وأختي المسلمة المحافظة على الطهارة والوضوء والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أمل من الله تعالى أن يرفعنا وينفعكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.